طلاب عيالي. بكلم أمي بقول لها إن أنا مرة فرحان وتوقعت إني بفوز. أيقظ الأسدنايم، الله يعين، الله يعين العالم على المنافسة. صراحة الوقت شوي يعني كان ضيق، لكن بإذن الله فعلنا الفوز وفعل الفوز للأكاديمية والمملكة بإذن الله. لأنه أشوف إن الصراحة مشروع مرة ممتاز وأقدر أطور فيه لعنان السماء، وإن شاء الله أرفع اسم السعودية بهذا البحث. بقوم بركض باللوبي يمكن. السعودية اخترتني أنا، ليش أنا؟ عشان هم ثقوا فيني، حسيت إن صدق أنا الشخص المناسب إن شاء الله. مرة 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 متحمسة، بإذن الله نوري كل الناس مين هم الشباب السعودي. دائما بعد كل تعب إنجاز، وراح ينسيك إن شاء الله كل الماضي. دائما اتعبي بإذن الله ما راح يروح تعبك. من الحماس ما قدرت أنام أول يومين، يعني حسيت كذا بغربة بنفس الوقت متحمس، ودي أشوف إيش بكرة يصير. طبعا أكيد أول شخص راح أكلمه بيكون إن شاء الله ماما، وأول شيء بقوله إنه أنا فعلا آسفة، لأنه ما كنت إحنا في نفس البيت، بس يمر يوم أنا ما أشوفها، طول اليوم كنا نشتغل، حتى أحيانا في نص ما أرجع لثلاثة الفجر في الليل، فخصوصا كان في وقت رمضان. لكن أنا بقول إن أنا جدا آسفة، لكن الحمد لله ثمار هذا التعب كله جالسين نحصده، وأتمنى إن أنا قدرت إن أخليها فخورة إن شاء الله. ترى ميكاسي أكاديمية تطويق.